لعشانك. الأزهر منارة العلوم الإسلامية واختاروك انت. ده أول يوم ليك؟ يا دوبك وصلت. أهلا. بس حاجة يا شيخ، زي ما انتوا عارفين شيخ الأزهر توفى امبارح. خيار الشيخ الجديد قضية الأمن الوطني بالدرجة الأولى، الرئاسة عايزة البلاوي، خلوهم يختاروه. أنا اتكشفت، انت خليني أخلعه. شوف لي ملك جديد، ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. مالكش قرايب هنا في مصر؟ لا، محتاجين تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. صلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. ادم، ايه العكه اللي حطيت نفسك فيها دي؟ تشتغل لحساب مين؟ عندي شويه معلومات تهم فضلك. سمعه الازهر كله هتتمرمغ في التراب. عارف ايه حكم المرتد؟ الاعدام.